التوانسه اللي قاعده تحرق فيهم وعليهم، فما اللي تنجم مثلوم عليه على خاطر ينجم يعمل مخير في بلاده وما عملش، وفما اللي ما تلومش عليه دق الابواب الكل يلقاه مسكر الباب الاخراني شنو انا باش يحرق غيان كو باش يحرق وذاك هو يشوف مستقبله البار، وفما اللي يكون ينجم يحرق ويدز في بلاده وما عملش اللي لازم يعمله. احسن حاجه عملوها ديجا انا خممت فيها برشا مرات، نيابي برشا مرات برشا. والله مساكن مادام واحد وصل يحرق ويخمم في الحرقه الا ما وصل يعني لنيفو معين هكا تيقر، فهمت كيفاش؟ وربي عين الناس الكل وربي بقى عليهم ستر. مع الحرق تونس خايف والله، اما كان نلقى فرصه نمشي صدقني هذه الربع التفكير ما تلقاهوش عندي. بالنسبه لي انا عندهم حق على شو قاعدين يا اخي، الريسك عايشينه منا ولا منا يعني. ونا يا قال لك نعرف نعوم، نعرف نعوم جاو نبيع. نذكر انه واحد يخرج اموره واضحه ومريقله بالبوست نتاعو تبدا تستنى فيه غادي باش يحرق، غادي باش يلقى روحه ذليل اكثر حتى من اللي موجود هنا، فهمت؟ اما الحرقه جينيرالمون كدوسي كونتر ضد يعني ضد وجاعة الماء ما خايبه، فهمت كيفاش؟ يعني واحد يموت ولا ما يصلش، فهمت كيفاش؟ حتى انت يعني انا مانيش حارق ولا حاجه، خارج باوراقي بجوي به، ما عديت الغربة كان بالسيف، فهمت كيف؟ كي تخمم في أمك وبوك وبرشا حاجات تكرهها الغربة وتكره الفلوس. أنا ضد الحرقة خاطر مش خاطر الحرقة بيدها، يعني أنا كونتر خاطر أول حاجة ما خطرت نجم عبيد برشا عبيد تموت، ديجا أنا زوز عبيد نعرفهم حرقوا ماتوا اون بليس بالحق سافي مال كيفي، يعني لي جون قاعدين يحرقوا خاطر تونس هي اللي تلز زيد التوانسة باش يحرقوا كل دونك تاع مناش سي بور ولا كونتر. التوانسة اللي قاعد تحرق فهموا اللغة، فهمتني؟ انت حتى كي حرقوا سيئة، تو قبل كان واحد كان يخاف ما يحبش يخلي امه ما يحبش يخلي ابوه وغربة ودرا شنو، تو برجولية واحد يحرق خير من اللي يحرق روحه وتولي مشكلة. انا راني نحب نعيش في تونس، اما العيشة في تونس ما تفرحش ما تهنيش وما تحسش روحك، سورتو انا امور سيكوريتي مقلقتني برشا وكل دونك للاسف ما نحبش نعيش في تونس وجي اونفي باش نعيش لبرا. سي اللي يحرقوا هاني فك سكرت عليهم الابواب وما لقاو حتى حل انهم يحرقوا، فهمت؟ اما جيني للمول الحرقه ماهيش حل باهي بالنسبه للعباد. ايه ما تخليهمش، عاد شكون كان ولا باش يحرقوهم ولا ما نتصورش، فماش حتى راجل يرضى على روح وقته ولا من شكون تحرق، فهمتني؟ ليه اصلا ما تجيش طفلة تحرق ما تصورش تخمم في الحرق، كونش كعبيت لكن ما لقات بها وين، فهمت كيف؟ هي تبدا مقلقه، هي تبدا قلقه من حياتها، فهمت؟ هي ما لقاتش مستقبل لهنا، تمشي المعمل اللي ترجعوا، ما تصورش طفله كيف تقعد تمشي تشوف خيط ولا حاجه، فهمت كيف؟ ما تصورش. شنو هي الزيت طالعين في شقف وحرقيين ما تجيش؟ ناخذوا شقف مع بعضنا ونخرج الكل مع بعضنا، كسكروتيات كفتيجي ودنيا وباكوجي ونمشي والكل ونقراو ولا بالرسميات الكرسي وننضوا على رويح.